الصحة وشركة كين روز زيادة في مجال تجهيز المنشآت الصحية. يأتي تسريم هذا الدعم المقدم من قبل الشركة لصالح المراكز الصحية بولاية إنشيري والمتمثل في دفعة من المعدات والتجهيزات الطبية وبعض الأدوية بإشراف الأمين العام لوزارة الصحة والسلطات الإدارية بالولاية. تشكل هذه الشراكة استمارا لمساهمة شريك تازياس في جهود وزارة الصحة الهادفة إلى تحسين صحة السكان ولا سيما صحة الأم والطفل، والتي هي في صميم أولويات فخامة رئيس الجمهورية. اليوم تستفيد المرافق الصحية بولاية إنشيري بمعدات بقيمة تقريبا 12 مليون وقية جديدة متكونة من مستلزمات للاستشارات والتشخيص والجراحة والتصوير والتوليد وبعض المواد الاستهلاكية الطبية. ستساهم بالتأكيد في تحسين الخدمات الصحية في الولاية. تهدف شركة كين روز زيادة من خلال الإمدادات التي تقدمها إلى دعم جهود المصالح الصحية في مواجهة التحديات والأزمات الصحية. تمثل هذه الحاوية هبة تقارب 7 أطنان من المعدات الطبية بقيمة تزيد على 330 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 12 مليون وقية جديدة، وخاصة لمستشفى ومركز جوجة الصحي وكذلك مركز بن الشام. نأمل أن تكون هذه المساهمة من الإمدادات الطبية قد سمحت للمنشآت المستفيدة بأن تكون مجهزة بشكل أفضل لإنقاذ المزيد من الأرواح البشرية، وبالتالي تخفيف معاناة عدد متزايد من إخواننا المواطنين. وبعد حفل التسليم تجول الأمين العام والوفد المرافق له في مختلف أجنحة المستشفى الجهوي وتلقى شروحا فنية من القائمين عليه واستمع لأبرز مشاكل ومطالب العاملين في هذه المنشأة الصحية. لقناة الموريتانية نفس